واهلا بكم مع قناة اند واي جيمنج. النهارده انا في ازاي نحمل لعبة هيل كلايم ريسنج. طبعا بتخش لجوجل، طبعا لا سوري، انت بتدوس على الديسكريبشن وبتخش على اللينك اللي انا كاتبه، هتخش في الوصف وتدوس عليه، هيفتح لك الرابط ده. طبعا انا عامل كل الالعاب اللي انا انزلها تبقى من ميديا فاير عشان انا رايح عليك تبقى تنزيل بسرعه جدا. هتدوس على العلامه الخضراء وتدوس اوك وينزل. بعد ما ينزل هتخش لصفحه الايبك او الداونلود او اي حاجه سوري على حسب جهازك، وتدوس عليه وهتدوس انستل. بس طبعا انا نزلتها وجربها مع بعض. طبعا اي حد عايز اي لعبة مهكرة يكتب لي في الوصف، يكتب لي سوري في الكومنتس في يكتب لي تعليق باللعبة اللي هو عايزها. طبعا اللعبة زي ما انتم شايفين مهكرة، ممكن اشتري اي حاجة، هشتري مثلا ده، اشتريتها دوس نيكست. طبعا هو هنا هيقول لي تسجيل جوجل بلاي، سجلت جوجل بلاي، هيقول لي ما ينفعش عشان دي مهكرة. يلا اهو اشتري اخر مكان، تبتدي بقى تدفع اللي انت عايزه. ابجريد جريد جريد، سوري تعمل لها ابجريد زي ما انت ما عايز. طبعا اتمنى تدوسوا سبسكرايب، تعملوا سبسكرايب للقناة تدوسوا على زر اللايك. نتمنى ان انتوا تجيبوا اي حاجة هتجيبوه كويس، معلش طبعا هي مش هتعلق معاكم بس عشان ايه هي إيه اول مرة، بس عشان عمالة ادوس رجوع من غير ما اقصد، عمال اعمل بسرعة وانا اعمله بطيء اهو اهو، بس عشان كنت بعملها بسرعة بقوم دايس رجوع. زي ما انتوا شايفين كل حاجة مهكرة، وهنبتدي اللعب. شايفين البنزين بيزيد بدل ما بيقل، يعني بنزين مش هيخلص خالص. طبعا بقى انتوا بتلعبوها، انا وقفت، بتلعبوها بقى براحتكو. اتمنى ان انتوا تدوسوا زر اللايك والسبسكرايب وتنزلوا في التعليقات وتقولوا لي اللعبة اللي انتوا عايزيني انزلها في الفيديو القادم، وشكرا والسلام عليكم.